ايه لسه من يومين وعدت اني لا بتجوز عليها ولا بتطلع على غيرها بحياتي. هلا بتكون عم تقول عني اني خاين وكذاب. والله مور يا بي. يا بي ويدا رجعت على البيت. ايه يا بي رجعت. بقى احمل حالك وروح صالحها بكلمتين. الله يرضى عليك. حاضر يا بي. رويدة حاجة بقى بدي احكي معك. كرمال الله لا تطلعي فيني هيك. والله انا مو هيك. يشهد علي ربي ما في حدا بقلبي غيرك. بس هيك الله راد. ما انك مصدقتيني ما. بشو بدي احلف لك لحتى تصدقيني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امانة يا جماعة تسلمونا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام وبارك عليه. وادعوا لنا هنيك انه الله سبحانه وتعالى ينادينا لزيارة بيته عن قريب. آمين. 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 عليم الله عليم الله انه روحي عم تفرق فرق على هالروح. ايوه الله يطول الله يطولك يا رب. الله لا يحرم منا مخلوق بجاه الحبيب محمد. آمين. 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 ايه يا جماعة ما بدي وصيكم الحارة أمانة برقبتكم وخص نص أبو لطفي وفهد. لا يكون لك فكري مختار. أنت تيسر ولا تشغل بالك منه. لعيونك عمي أبو وضاح. إن شاء الله منكون عند حسن ظنك وبضل راسك مرفوع. وشو صار مشان سلاح عياش؟ أرملت المرحوم بعتت لك المفتاح؟ إلا ما يجي يوم تبعتهم مختار. أنت لا تشغل بالك. الله يصلح الأمور. ومشان حارة الكوم يا جماعة بتتركوا لي هالموضوع لحتى أرجع. وتارب أدهم مختار؟ تارب أدهم يا عقيد ما حدا نسيانه. بس أنا حاسس أن الموضوع فيه إنا. يعني مالي متأكد أنه أهل حارة الكوم هن اللي ورا قتله. خلونا نتروى. إيه مختار؟ وإمتى لازم نتهون إذا الله راد؟ بعد صلاة الصبح إن شاء الله. المهم أنه نوصل على دوما قبل ما تطلع الشمس. إن شاء الله. يعني ناويين تروحوا مع قافل دوما؟ إيه والله يا أخي الدوامني طيبين وبيترافقوا. إيه والله والنعم منه. نحن رح نروح معهم بس ما نرجع بالببور لأنه رح نتأخر هنيك.